مساء الخير عليكم مستمعي إذاعة صوت المرأة في هذا العدد الخاص باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. اليوم راح نتلقاو عبر تقنية الزوم مع ضيوفنا الكرام، معي في إدارة الحوار نجوى رحم وزميلتي أيضا سميرة دهري. نستضيف معنا اليوم أمل حجاج، مناضلة نسوية، وأيضا ناريمان مواسي، مؤسسة موقع فيمينيسيد دي زد. مرحبا بكم معنا. الله يسلمك، الله يسلمك صحيتي. نبدأ معك ناريمان مواسي، انتم منذ شهور أسستم موقع فيمينيسيت ديزاد بوغ دينونسي لي فيمينيسيت في الجزائر. نشير بالذكر انه تم تسجيل 45 حالة قتل امرأة مقتولة في الجزائر منذ جونفي 2020. تقدري تحكي لنا على هذه المبادرة ولماذا قمتم بتأسيس هذا الموقع؟ هي في الاول كي بدينا نخدموا في هذه المبادره، كنا نتلاقاو في 2019، كنا نتلاقاو بزاف مقالات وبزاف الفيديوهات اللي يحكيوا على قتل النساء وعلى العنف المسلط على النساء، وزدنا شفنا الرقم اللي تعطيه السلطات الجزائريه الشرطه خصوصا اللي هو مدتنا في 2019 رقم 39 قتل امراه في الجزائر. وحنايا كي شفنا هذوك بزاف هذوك القتل وعارفين انه مستحيل تكون عندنا فقط 39 حاله قتل نساء في الجزائر، وشفنا باللي هذا الرقم يجينا في اخر السنه، فوالا هاوليك الرقم اللي كاين، وما كانش تتبع لهذا القتل النساء، وما كانش ما نهضروش عليه كامل السنه كامله، وفي الاخر عندنا رقم هكذا يخرج لنا، يعني اللي ما فيهش كثير من المعلومات، ما فيش دي ديتاي على طبيعة قتل النساء في الجزائر، على هاد النساء وإذا عندهم أولاد ولا لا، إذا كانوا خدامات ولا لا، إذا حاولوا من قبل أنهم يتخلصوا من هاد العنف اللي عايشين، ولا حاولوا أنهم يطلبوا الطلاق مثلا إذا كانوا متزوجات، وإذا الطريقة اللي انقتلوا بها سكون قتلوا وهما مذبوحات، سمحوا لي على العبارة، ولا انقتلوا تحت الضرب، ولا انقتلوا بالخنق، ولا تسمى كنا محتاجين أنه نفهم هاد قتل النساء، هاد الفيمينيسيد هدايا، ما هي طبيعة تاعو في الجزائر، كيفاش يخدم هذا الفيمينيسيد في الجزائر، ما هي الطريقة اللي ينقتلوا بها النساء في الجزائر. من هاد لا نيسيسيتي، وانه شفنا ايضا انه ما كانش معلومات بزاف في الصحافة، يعني يدير لك مقال قتلت امرأة تحت يد عشريني ولا حاجة كيما هكذايا، وين ما عندك لا اسمها لا كيفاش انقتلت، لا معلومات على كيفاش كانت عايشة، ما عندنا حتى حاجة عليها. وزيادة عن هذا ما كانش تنديد بهذا القتل بطريقه صحيحه في المقالات، يعني اغلبيه الاحيان لقاو انه حتى انهم يقعوا في فخ لوم الضحيه اللي انقتلت، ولا التبرير لهذا العنف بالضغط الاجتماعي، بالحجر الصحي، ببالك مريض عقليا، يعني كل هذه الاشياء احنا ما نتقبلوهمش في العامل تاعنا وفي التنديد بالقتل ضد النساء. يعني من هذا الاحتياج اللي حسيناه بدينا في اول جانفي 2020 بدينا نحسبوا. دايوغ اول حاله قتل كانت في اول جانفي، اول حاله قتل اللي سجلناها كانت لي 1 جانفي، بدينا من هذاك اليوم وحنا نسجلوا حتى النهار اليوم. لكن للاسف هذا العمل اللي نعمله لا يمثل الواقع بطريقة 100%، يعني فقط أنه يمثل الحالات اللي تلاقينا بهم، ماشي كل حالات قتل النساء اللي كاينين في الجزائر. وهذه نفسك يعني في هذا النقطة سابقا كما كنت أشرتي كنت تعتمد على يعني بعض المقالات أو حتى بعض الفيديوهات اللي تتصفحها في عدد من المواقع أو في وسائل الإعلام التي تفصح عنها. هل يعني مؤخرا في تطور أنه في حالات عنف أهالي ضحايا تواصلوا معكم لتسجيل حالات العنف اللي راكم تقدموها يعني كل أسبوع أو كل يعني حسب تزايد حالة العنف في الجزائر؟ أول نقطة، تزايد حالة العنف في الجزائر أنا مانيش متأكدة منه، ما نقدرش نعطيك معلومة نقول لك نعم كاين تزايد حالة العنف ولا لا ما كاش تزايد حالة العنف. كاين اختلاف واحد، أنه ذكرنا نسمعوا بالعنف، بكري ما كناش نسمعوا بالعنف، وما عندناش إحصاءات اللي تقدر تقول لنا أنه صحيح تزايد العنف. لو كان عندنا إحصاءات من 2015 مثلا 16 17 18 19 20 ونشوفوا كيفاش تزايد العنف بأرقام صحيحة وموثقة،
هنا نقدروا نقولوا نعم كاين تزايد، لكن ما عندناش هاد حنا دوك وين بدينا نوثق هذه حالات العنف وبدينا نوثق حالات قتل النساء في الجزائر، ومن دوكا نقدروا بالك مع الوقت نقدروا نقولوا نعم كاين ولا ما كانش ولا كاين انخفاض ولا اي. والحاجه اللي سقسيتيني سمحي لي السؤال الثاني، قلت لي اذا هل في تواصل من اهالي ضحايا يعني معلومات توصلكم المعلومه مباشره دون انكم ترجعوا لمصادر الصحف او المواقع الالكترونيه؟ هي لا سورس تاعنا ماهيش الصحافه فقط، ماهيش الصحافه فقط، يعني احنا ماشي نشدوا الصحافه ونحسبوا شحال من حاله عنف قالوها في الصحافه، لا احنا اول حاجه عندنا عندنا دي زيتاب نجوزوا عليهم في هذا الاحصاء اللي رانا نخدموا فيه، اللي ماهوش فقط احصاء لكن ايضا تحقيق، ماشي تحقيق لكن نبحثوا على المعلومه نروحوا نحوسوا على فوالا. دونك احنا اول حاجه نديروها انه اون ديتكت بلي كاينه حاله قتل ولا حاله ربما قتل، لانه كثير من الحالات سمعنا بهم وقالوا عليهم في الصحافه انها قتلت لكن في الحقيقه لقينا بلي المخلوقه مازالت عايشه. دونك نصيبوا انه نسمعوا بالمعلومه بلي كاينه امراه ممكن انها تكون في حاله قتل، نسمعوا بها بعدها نروحوا حنا نحوسوا على العائله تاعها، نحوسوا على لونتوراج تاعها، على اصدقائها، على المحيط تاعها اذا كانت عامله، زملاء العمل تاعها، اذا كانت طبيبه مثلا ثاني مثلا في الحاله اللي فاتت تاع المراه اللي واحده من النساء اللي انقتلت، دخلنا في كونتاكت مع لوختوفونيس تاع وليدها، كانت لان وليدها معاق خلاته هادية هالدليله كان يسموها اذا مانيش غلطه هادية عندها لوختوفونيس تاع وليدها، دخلنا نهضروا مع هاد لوختوفونيس تاع وليدها اللي كان معاق في عمره 15 سنه، خلات طفل معاق ايماجين. دونك نصيبوا هاد لونتوراج تاعها ونسقسوهم على هاد الضحايا كيفاش كانوا عايشين، الاسم تاعها، اللقب تاعها، العمر تاعها، واش كانت اذا كانت خدامه ولا ما كانتش خدامه، اذا كانت تتعرض للعنف من قبل ولا لا، اذا حاولت انها تطلق ولا لا، كل هاد المعلومه ما نصيبوهمش في اذا عندها اطفال ولا لا، وكم من طفل عندها، اذا تزوجت في عمر صغيره مثلا، اذا تزوجت في عمرها 17 سنه، اذا كانت ضحيه ايضا زواج قصيرات مثلا، كل هذه المعلومات ناخذوهم بعين الاعتبار. وكما شفنا المره اللي فاتت حكيت لكم على حاله امراه اللي رانا نتبعوا في الحاله تاعها اللي هي سهيله امراه راهي دوكيا غيانيماسيون، راهي في الكوما، راجلها ضربها بمارطو كلوي يعني فيه مسامر، ودوكا راهي اون غيانيماسيون. هذا راجلها قبل ما يتزوج بها قتل هو قاتل، هذا راجلها اللي تزوج بها اللي راهي متزوجه به واللي ايضا حاول انه يقتلها، هو قاتل من قبل ودخل للحبس 10 سنين وبعدين تزوج بها، وهذه المراه هي ايضا كانت ضحيه انه امها كانت ضحيه قتل قبلها، امها كان عندها 22 سنه، يمها كانت ضحيه فيمينيسيد، يمها انقتلت على يد باباها كي كانت في عمرها 8 سنين، يعني هي شاهدت امها تقتل قدام عينيها وهي في عمرها 8 سنين، ودوكا يا ولادها عاودوا شاهدوا هذيك لاسين في يماهم، يعني يمها انقتلت وهي تعرضت لنفس الجريمه. الاطباء راهم يقولوا باللي كاين اون شونس صغيره انه تعيش لان المخ تاعها انقاس لانه ضربها للراس بهذاك المارطو ومع على بالناش. دوك انا نتبعوا في الحاله تاعها ونشوفوا. وباباها حكموا عليه 10 سنين حبس كي قتل يماها وجوز منها فقط 7 سنين، ودوك راهو متزوج عاود، يعني الزواج يعني قاتل زوجته من قبل ودوك راهو متزوج، كيفاش نخلو شخص قاتل زوجة تاعو من قبل يعاود الزواج وكيفاش يجوز فقط 7 سنين؟ يعني ايضا هذه الحاجه حنا تخصنا انه يكون في تتبع الاشخاص اللي يقتلوا النساء، تتبع في الحاله القضائيه تاعهم كيفاش تطورت. يعني كل هذه المعلومات نحتاجوهم احنا، وما تنذكر لا في الصحافه، ما تنذكر لا من طرف هذاك العدد اللي مدهولنا في اخر السنه في 39 امراه قتلت وخلاص، هذا ما كان على بالنا والو، حاجه واحده اخرى عليهم. وهذا النساء ماهمش فقط ارقام، لازم نتفكروهم، لازم يقعدوا في التاريخ تاعنا، لازم نقعدوا نهضروا عليهم، لازم نقعدوا نذكروهم في كل لحظه، لانهم ضحايا الفكر الذكوري في هذا المجتمع. سؤالي لك أمل حجاج، راكي معنا؟ أنا معك أمل قمتم برسالة
رسالة مفتوحة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وضعتم فيها نقاط ومجموعة من الحلول لصناع القرار في الجزائر من أجل يمكن الحد من العنف ضد المرأة. تقدري تحكي لنا على هذه المبادرة؟ هذه المبادرة الموجهة لصناع القرار وللرأي العام في نفس الوقت هي مش داخل، احنا ما نعتبروش باللي القرارات السياسية وحدها ولا القوانين وحدها تكفي، ولكن حتى الممارسات الاجتماعية والرأي العام يلعب دور مهم جدا باش يتغير كامل هذا الواقع اللي عايشينه النساء، الواقع المتعلق بالعنف هذا اللي راهو موجود ومغروس ومبرر ومبرر. المبادرة هذه بدأت قبل حملة 25 نوفمبر، بدأت مع نداء النداء اللي أثرناه كمجموعة نساء جزائريات من أجل التغيير نحو المساواة في 19 أوت. 19 أوت كان شو الحاجة اللي حفزتنا قبل الوصول إلى هذه الحملة، هي أنه كامل واش رجع تخي فيزيبل، يعني ما اللي مالفين به يكون مخفي نوعا ما، كان جد مرئي وما كانش فقط جد مرئي، ولو ما عندناش إحصائيات رسمية هذه السنة والإحصائيات الرسمية اللي ما تخرج في 1 نوفمبر حتى الآن ما خرجتش، ما بين قوسين نقول باللي راهم حتى الآن يسون غولانسي وغولانسي راهم يرجعوا لهم ويفكروا فيهم كل مرة باش يبعثوا الإحصائيات نتاعهم، راهمش يمدوها، ونعتقد لأنهم فهموا باللي الإحصائيات لازم تكون أدق من واش راهم يمدوا فيه. لا علينا، في أوت أول شيء كان 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 ضوء ملقي نوعا ما على السيتواسيون، على غياب الحلول وغياب الموارد بكل بشتى انواع الموارد الماديه البشريه الميكانيزمات باش 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 نبعدوا النساء عن المعنف نتاعهم. العدد وطبيعه جرائم قتل النساء اللي كانت تبان عبر لو سيت ولا باج الانيشياتيف، خسرنا واحده منا، يعني كاين 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 عنف كبير، كاين تنكيل، كاين تنكيل وتعذيب لبعض الضحايا، كاين ضحايا تقتلت وراهي محطوطه في خانه الاخبار المتنوعه بطريقه ما تتقبلش، وكاين هذاك الضغط اللي عاشوه كامل الناشطات يا اما المستقلات واللي راهم في جمعيات. يعني ملي بدا الكوفيد كامل النقائص رجعت تبان كضروريات، وكانت هي ضروريات، ولكن يعني الأورجنس هذيك ولات ما تقدرش تستنى. يعني البضع الملاجئ اللي راهي تكزيستي راهي في المدن الكبيرة في الشمال أغلبها، الظروف فيها هي ملاجئ فقط، وكأن ضحية العنف ما تحتاجش مرافقة خاصة وما تحتاجش مرافقة بسيكولوجية وما تحتاجش ظروف خاصة، إذا ما تساعدش أغلبية النساء غير متمكنات ماديا، وخاصة في كوفيد زادوا رجعوا. يعني ما نشاهده عامة مع ضحايا العنف أنها صعيب لها تخرج من هذاك العنف ولا تأخذ قرار باش تخرج من هذاك العنف، لأنها ما عندهاش وين تروح، ما عندهاش كيفاه تدير، ولكن بوندون كوفيد علما أن أغلبية العمال في المارشي انفورمال، يعني في العمل غير مصرح به، العمل بريكار، يعني العمل الهش، هنا من النساء الاولين اللي كانوا ساكريفيه ملي بدا الكوفيد هما النساء، ولقاو روحهم حاجه اخرى. شفعت تيمونياج نتاع لي كوتونت نتاع المرافقه البسيكولوجيه تاع الغيزو وسيله، كنت نتكلم معاها قالت لي ما لازمش ننساو باللي الكوفيد حط ضحايا العنف هذاك المبسط والمبرر، كانت تتلاقى بالمعنف نتاعها بعض الساعات في النهار، كي جا الكونفينمون الاول ديجا رجعت اج 24 عايشه مع هذاك المعنف. اذا النساء والناشطات في نفس الوقت لقاو روحهم بدون حلول وبدون، ما كانش اللي قاعد يتحرك، كاين اللي قاعد يشوف، كاين اللي يقول لكم تكزاجيري، وكاين اللي قاعد يقول لان التبرير، وكاين العنف هذاك لابولوجي تاع العنف حتى في وسائل الاعلام. كان لازم نديروا نداء ونقترحنا بعض الحلول. باقتراب 25 نوفمبر كان هذاك النداء لازم نخمو كيفاش الشكل اللي لازم نطرحوا به النداء هذاك. اذا بدينا نفكروا بلي لازم تكون رساله مفتوحه، والرساله المفتوحه كان لازم نتعمقوا مع عده ناشطات، كان لازم نوصلوا ونفكروا مع اكثر جمعيات، مع عدد اكثر من الجمعيات من الناشطات ومن من المختصات، كيفاش تكون الرساله المفتوحه هذه، وكيفاش نطرحوا هذه الحلول ونبينوها كحلول استراتيجيه. اللي حطينا رقم 1، رقم 2، رقم 3، حاولنا نركزوا على اهم زعما واش نعتبروا حنايا اكثر استعجالا، علما ان كاين بزاف اشياء مستعجله
لي انا ما نحبش كاين اللي يقولوا الحد ماشي للحد لايقاف العنف ضد النساء وللوقايه من جرائم قتل النساء. خاطر ماكش كامل العنف هذاك اللي ما راناش ناخذوه بعين الاعتبار هو عباره عن اعلان مسبق كما راه يقول يعني نداء يعني اعلان مسبق عن جرائم قتل تقدر تحدث اي يوم. كيوصل 25 نوفمبر مع عدة جمعيات ومجموعات نسوية ومبادرات نسوية خرج الرسالة المفتوحة النهائية في شكلها النهائي. أمال خليني نسقسيك، كنت تحدثتي على بزاف مبادرات وبزاف يعني أنشطة قاموا بها مجموعة من النسويات أو حتى منظمات نسوية يعني للتحسيس والتوعية من حالات العنف، لكن في فترة الحجر الصحي يعني وبسبب الإجراءات اللي رانا كامل نمروا بها يعني من خلال تفشي وباء كورونا، لماذا يرجع سبب عدم وجود يعني وجود صدى للصوت اللي تطلق الناشطات النسويات أو الحقوقيات في تفعيل قانون ردعي، ما نقولوش نعم للحد ولكن لإيقاف أو حتى لنقص هذه الظاهرة، لأنه يوميا من خلال يعني سواء الموقع الإلكتروني في فيمينيسيد أو حتى في بعض المجلات أو المواقع الإلكترونية نشوف كل يوم امرأة مقتولة بطريقة أخرى، مش فقط مقتولة مذبوحة محروقة يعني بجرائم بشعة. شوفي نجوى، انا بالنسبه ليا كاين زوج حوايج، كاين غياب الاراده السياسيه. خاطر ماكش رانا نشوفوا باللي كي تكون كاينه الاراده السياسيه يحبوا يحطوا قانون ويفعلوا قانون في 24 ساعه يتفعل ويتحط القانون في 24 ساعه. النضال ومحاوله التحسيس ومحاوله التغيير خاصه ضد العنف ما راهيش ما بداتش من اليوم ولا بدات في 2020 ولا راهي سنوات وسنوات. اذا تكلمنا على قانون 2015 قوانين 2015 قوانين 2015 مش وصلنا لها، كاين مناضلات ناشطات نسويات كانوا 40 سنه وما يتكلموا. اذا خدينا بعض واش كاين لا غالب ما كانش بزاف لي زارشيف، اذا خدينا بعض الارشيفات النساء في الثمانينات راهم دخلوا على لابيان قاعدين يتكلموا برينسيبالمون على العنف اللي عايشين النساء وقاعدين يقولوا اريد حلولا ردعيه. انا نعتبر انه لا توجد اراده سياسيه، لو كانت كاينه اراده سياسيه على الاقل كان يكون تفعيل القوانين اللي راهي موجوده، لان هناك عده قوانين عباره عن حبر على ورق اكثر ماكش لي لاكون نتاعها كيفاش نطبقوها اكثر من واش كاين. وحنا اللي ها وجهنا هذا النداء، اولا لازم تفعيل القوانين وتحسين القوانين، تحسين مضمون القوانين، وين ما كانش قوانين لازم يكون لازم نحطوا قوانين. ولكن مش هذه برك الممارسات الاجتماعيه تاعنا والعقليه تاعنا، هناك ثقافه ذكوريه مغروسه عند الجميع وحتى عند عده فئات يقولوا على روحهم متقدميون وكذا وكذا وكذا. كاين هناك تبسيط للعنف، كاين انا كيما نشوف تسامح، كاين تسامح وتبسيط وتبرير كل حوايج. نشوف انا في الابليكاسيون راهي تتكلم على رانا نتكلموا انا حتى كيما يقولوا غوندغ جوستيس، يعني لازم نرجعوا لازم نريد العداله لضحية جريمه قتل. انا نعترف بلي ما نقدرش جو با لوي غوندغ جوستيس، خاطر ما نقدرش نرجعها. كاين نشوفوا ناس راهم يضحكوا، ناس راهم يديروا ديمام، الناس راهم يبلا. هذا هو المجتمع نتاعنا، المجتمع اذا ما شافش مع روحه في المرآة وما شافش مع الممارسات نتاعو وما شافش مع ما راجعش هذيك النظره الدونيه ولا مساواه. انا كيما ما نحطش مساواه في المجتمع نتاعي ونخلق ونبرر اللامساواه راح نخلق مهيمن وخاضعة للمهيمن. اذا المهيمن منين يحب يعنف راح يعنف ولو كانت كاينه قوانين ولو بزاف. لازم يعني انا بالنسبه لي كاين هناك غياب اراده سياسيه وهناك من يستفيدون من امتيازات العقليه والممارسات الذكوريه وخايفين على امتيازاتهم. كامل هذا الشيء أمل سؤالي ليك على علاقة مع هذا السؤال، هذا الكلام اللي كنت تحكي فيه والناريمان أيضا، ما تشوفوش باللي الوضع السياسي في البلاد هو اللي عطل إيجاد حلول للردع العنف ضد المرأة؟ كل مرة الأوضاع السياسية هي اللي تعطل. على بالك تبداي ناريمان ولا نبدا؟ على بالك على واش رجعتيني مبدا، رجعتيني لمشي وقتها أنا تاني الوضع السياسي باش يتحل خاصه في منظومتنا راح ياخذ وقت، راح ياخذ وقت، ولكن النساء اللي قاعدين يتعنفوا قاعدين يتقتلوا ما عندهمش هذا الوقت.
حل العنف كامل عدة بلدان وعدة العنف ظاهرة عالمية ما راهوش بارتيكولي لنا. بصح انه نخدموا ظاهرة اسمها سنة ونحلوا مشاكل السياسية سنة ونحلوا المشاكل معنا باليش وشنو لا من ومن مشاكل هناك مدامك حاب تحل المشاكل الاقتصادية حل مشكل العنف الاقتصادي على النساء اللي يخليهم اكثر هشاشة كما يعيشوا العنف بشتى اشكاله. يعني انا ما نظنش انه الوضع السياسي كانت الجزائر عاشت زمن البحبوحة اللي عيطولها مام لي زوفون عيطولها زمن البحبوحة اللي ما عرفوش يتصرفوا. علاش هذاك الزمن ما استفادوش منه النساء المعنفات وما كانوش كاين ملاجئ وما كانش لي بولي كلينيك ما طورناهمش وين يولدوا النساء. يعني اذا تكلمنا عن العنف المؤسساتي وعدة اشياء انا ما نظنش انه الوضع السياسي انا نظن انه ماشي وقت الكامل اللي ماناش حابين نسمعوهم. وفقط أنا تقريبا نفس الشيء لأنه قضايا تاع النساء وقتل النساء والعنف ضد النساء وحقوق النساء ما هيش من الأولويات يحطوها دائما في الدرجة الثانية. هما عندك دائما من الوقت الاستقلال من اللي بدأ الاستقلال في الجزائر وإحنا يدلك ليستا تاع الأشياء اللي لازم يديروهم والنساء يديروهم في آخر تاع الليستا. يعني لازم نديرو كامل هذا الشيء باش نوصلوا للنساء وهذاك الشيء كامل مازال حتى اليوم من وقت الاستقلال لنهار اليوم مازال ما درناش. يعني انك تطور المعيشه دير بلوس دو انفراستركتور دير تسقم القرايه مثلا وبزاف من هذه الاشياء ليكونومي وهذوك الاشياء من بعد كانت على فاتصل بالنقطه تاع النساء معناتها لازم تجوزي كامل هذه لا ليست باش توصلي للنساء. نو 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 المشكل انه رانا نشوفوا انه حقوق النساء رانا نشوفوها كانها واحد من الاشياء اللي لازم شغل ان بوت شغل ماشي ان بوت شغل اون اوبسيون اونتر parmi بزاف لي اوبسيون معناتها حاجه لازم نديروهم ايتاب باغ ايتاب. ماناش نشوفوا في المراه هذه كان على انها مواطنه وتستحق نفس الحقوق والواجبات لانه في الواجبات يعني احنا نديروا الواجبات نخلصوا كيف كيما الرجال اذا عندنا لي زامبو اذا عندنا في المحكمه ندخلوا للحبس كيما الرجال لو كان غلطوا ولا نديروا جريمه ولا ندخلوا كيما. بصح في الحقوق ماشي كيف في الحقوق ماشي كيف لماذا؟ لانه ببساطه النساء ما يعتبروش كان على انهم مواطنات بكامل الحقوق وبكامل الواجبات يعتبرون اننا شريحه من المجتمع اللي ومن بعد كات نشوفوا حقوق تاعها. احنا ماشي شريحه من المجتمع احنا نمثل المجتمع نحن المجتمع بلا بينا ما كاش مجتمعنا المجتمع ما اكزيستيش. يعني هذه هي العقليه اللي راهي كاينه معناتها انتما من بعد حقوقكم من بعد لانه ما مش يشوفوا فينا على اساس ان مواطنات نحتاجوا هذوك الحقوق ونستاهلوا هذوك الحقوق كما هما. هذا هو المشكل نظن انايا ما كاش اون فولونتي بوليتيك كما قالت امل. باش نزيد برك جمله ما يشوفوش يعني كاين عقليه ما تشوفش فينا حتى معنيات بهذا التغيير. مش كده تكلمنا عن الوضع السياسي والتغيير السياسي نحن أيضا معنيات بهذا الأمر. إذا تكلمنا عن التطوير في الدراسة إحنا تاني معنيات بهذا الأمر. استاذ pour redire la même phrase إحنا ما راناش une corporation on existe dans toutes les corporations وعندنا des droits عندنا حقوقنا اللي مازال ما راهيش مكرسة وما راهيش معترف بها أو غير مطبقة واللي راهي يقمع فيها حقوقنا وبعض الحقوق موجودة ولكن الممارسات تقمع فيها وتدير في النيسيسير باش ما نستفادوش من هذا الحقوق. سؤال في هذا الموضوع يعني بالإرادة السياسية كما الأول في عدم تفعيل قوانين ردعية في فقط ضعف وملاحظة الجزائر وكل بالآن سواء متعارض للعنف تحضر قوانين نفسانية أجوة ولا أنا ما نش نسمع. تفضلي أمل ما رانيش نسمع ما أنا تاني ما سمعتش سؤالك. عاودي نجوى سؤالك. يعني هي إضافة فقط يعني مش سؤال.
تفضل. انا سؤالي حول لو رول تاع لي ريزو سوسيو، دور مواقع التواصل الاجتماعي. اخر جريمه قتل شفناها هي اللي دارت الكثير من الجدل، هي قضيه شيماء. شفنا انه دور مواقع التواصل الاجتماعي هو اللي خلى الناس تتحرك، السلطات تتحرك، يقوموا بالالقاء القبض على القاتل. فهنا نشوفوا الدور الحقيقي تاع مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هي صحيح مواقع التواصل الاجتماعي ولات انه السلطه ما ولاتش غير فيرتيكال، ولات شويه اوريزونتال ثاني، ولات اي شخص يقدر يدير حاجه ويحطها في مواقع التواصل الاجتماعي. عندك افكار تعبر عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما لازمش تكون عندك جريده ولا تكون عندك امكانيات كبيره بزاف باش دير مبادره. حنايا مثلا اذا هضرنا على المبادره تاعنا، ما عندنا والو، ما بدينا عندنا اورديناتور وعندنا تليفون، هذا ما كان، وعندنا بزاف اراده وهذا ما كان. بالصح الطريقه كيفاش خضات كيفاش قلتي لي الكلمه اون امبلور، خضات صدى كبير، خضات صدى كبير للقضيه تاع شيماء. حقيقه انا ما عجبتنيش بزاف كيفاش خضات القضاه، لانه بداو بطريقه انهم يحوسوا على كيفاش يقولوا لا بين دو مور، القصاص. يعني كما كنا هضروا على القصاص، هذا يعني انه ما راناش نحوسوا نديروا عمل حقيقي على المجتمع وتغيير المجتمع بروفوندور من الداخل تاع هذا المجتمع، وتغيير العقليات باش ما يزيدوش يكونوا كاينين نساء واحد اخرين اللي ينقتلوا. لانه اللي يقتل هدايا بعد كي يدخل للحبس ولا يقتلوه، لكن المجتمع يقعد هو مش راح يتغير. لانه احنا نعرفوا كاين بلدان بزاف مثلا كيما اليمن ولا مثلا كيما امريكا اللي عندهم هذا القصاص، ولكن هذا القصاص ما يحدش من جرائم قتل النساء. حتى انه لانه لما نشوفوا طبيعه القصاص، طبيعته هذا القصاص، هذا القصاص ما لو كانت تناليزيه بطريقه دينيه اللي واش هو فقط، هو الثأر، الفأر على الدم. يعني لو كان جو بوز لا كيسيون، جو مدي لو كان زعما تيك اللي يقتل هو الاب، كيفاش يفأر الدم تاعو لو كان الاب هو اللي يقتل بنته؟ وعندنا بزاف جرائم اللي الاب هو اللي يقتل بنته، تما شكون يديروا فيه القصاص؟ ما يقدروش يديروا قصاص في الاب لانها بنته. الوالد لا يقتل بابنه. دونك القصاص ماهوش حل، لانه هو حل انك تقتلي هذاك المجرم اللي دار الجريمه، وبعد هذا ماذا؟ النساء اللي يتعنفوا واش يصرا فيهم؟ لانه جريم ما نش فاهمين بلي القتل هذايا راهي مراه تقعد تنضرب 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 تنضرب، وكاين بزاف النساء اللي ينضربوا من نهار الاخر بوم ماتت وقتلت، ما تعرفش قالتي انه وقتاش تقتل هذيك المراه. ما على بالناش بلي راهو ان سيكل دو فيولونس اللي يكون من بعد كي حتى وين يجي النهار وين في ثانيه تقتل هذيك المراه. يعني هاد لومبلوغ، كيفاش الطريقه كيفاش خضات هذا الصدى، انا شخصيا ما عجبتنيش، ولازم يكون كاين عمل اكثر على المجتمع، ويكون كاين ان فري بروجي دو سوسيتي، ان بروجي دو سوسيتي، ان بروجي دو شونج لي مونتاليتي، باش نبدلوا العقليات اللي كاين في هذا المجتمع. كساسوا لوم الضحيه اللي يقول لك واش داك ليه، كساسوا يقول تلاقينا حتى بتعليقات اللي تقول لك باللي لو كان غير خليتنا نزيدو نختصبوها معاك مثلا، وشنو هذا العقليه اللي رانا واصلين ليها بلوم الضحيه، وماشي غير لوم الضحيه، انه نشجع هذا على هذا القتل. لقينا حتى تعليقات يقول لك لو كان جات بنتي حتى انا نقتلها، لو كان جات اختي حتى انا نقتلها. يعني ولا عندنا القتل كانه صباح الخير ارواح وقتل، شغل حاجه عاديه. نعم نشوفوا بلي ولا كاين عنف موازي للمراه، عنف على الواقع، عنف في المواقع الالكترونيه، انه التحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي راو في تزايد. اكيد لانه هاد مواقع التواصل الاجتماعي دوكايا، ولا اي شخص يدخل ليك ويحط صورتك في اي مكان، يكتب عليك واش يحب يكتب عليك. وكاين حتى اشخاص اللي بنات صغار مراهقات اللي نصيبوا وتصورهم في 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 مواقع التواصل الاجتماعي هكذا. برك انا نظن ان السلطات لازم تمد اكثر اهميه لهذا الواقعه، لانه كاين هذا التحرش هدايا والتشهير بالنساء يقدر
يوصل ماشي لقتل النساء لكنه الانتحار هذا البنات، وهذه اللي اذا انتحرت بسبب هذا الشيء يعني راهو قتل ايضا، راهو قتل، راهو التحريض، وانك تطبعي بنت انها توصل انه تقتل روحها على جال العيب العار. الوغ كو حتى كي نشوفوا احنا كيفاش اللي من نمدوا العار والعيب وكيفاش نحطوهم، نحطوهم دائما في الضحيه، انه المراه هي اللي لازم العيب والعار، ما نحطوهاش في المجرم. المجرم واحد ما يقول عيب عار عليه، ما يقول حتى حاجه عليه، راجل قتل وخلاص. ما نهضروش غير عليه، نهضروا غير عليها هي، غير على الضحيه اللي تعرضت لهذا الشيء. واش داك ديري هذا الشيء؟ كاين ذئاب في الزنقه. وي بصح هذاك الذئب هو المجرم، هضر لي على المجرم، ما تهضرليش على الضحيه انك تزيد تلومها وتزيد تكمل عليها. دونك فوالا، كاين بزاف اشياء لازم نزيدو نطرحوهم على فوق الطاوله ولازم نهضروا عليهم. امل، مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، نفس السؤال اللي طرحته لنا ريمان، مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، كيفاش تواجه المراه العنف الموازي الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي؟ موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني معقد. ما نقدرش من اول حاجه، وهذه تجربه خاصه وماشي تجربه خاصه ليا برك، حتى لبعض النساء. الصباح واحده من الصحفيات اللي كانت تحتاج بعض الشهادات بعت لها بزاف شهادات اللي يوصلونا حول الابتزاز في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن مش فقط كامل العنف اللي يصرع في مواقع التواصل الاجتماعي، صعوبه تدير لو كونترول تاع واش قاعد يصرى، منين تجي المعلومه، كيفاش تراقب المعلومه، كيفاش كذا كذا. صعيبه بزاف، حتى ماكش الناس كامل عندها سهوله للوصول للمواقع التواصل الاجتماعي. مش هذه برك، وطريقه طرح القضايا وكيفاش تتناول العنف المسلط في على الضحايا والعنف المسلط على الناشطات. ماكش كاين عنف خاص بالناشطات النشويات، يعني من اجل نجور مجدره كي بارطاجيتي ليكرون تاعك. المهم راكم معايا ولا ليكرون حبس كلش؟ الو، نسمع فيك امل. امل نسمع فيك. امل نسمع فيك. امل تسجلي؟ كانت نوع من انواع الاعلام البديل مواقع التواصل الاجتماعي، خاطر ماكش اذا نقارن بعض الاحيان، خاصه اللي سبقونا في النضال من اجل حقوق النساء وضد العنف. يعني ما حبسوش، كاين اللي ما حبسوش من السبعينات حتى لدرك، مازالوا حيات، مازالوا معنا، ما حبسوش، ولكن ما كناش نشوفوا واش راهم يديروا، خاطر ماكش لي ميديا يغموا ويطمسوا. حنا جانا لافونتاج نتاع لي ريزو سوسيو، ولكن فريمون لي ريزو سوسيو يعني مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين. الإشاعات، الابتزاز، التحرش، طريقة طرح المواضيع. ولكن كاين حاجة تانية تعجبني في مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تبين شكون معانا، شكون ضدنا، شكون زعما حليف، شكون زعما تقدمي، شكون كذا شكون كذا. كامل هذا الشيء شفناه باللي سمحوني نقولها وعلى المباشر، في 25 نوفمبر هذا الحليف الوحيد للنساء والنشويات هو هم قلنا النساء والنشويات. ما كان المرحله اللي رانا فيها ما كان لا تقدميون ولا ديمقراطيون ولا كذا ولا كذا. يعني النساء راهي تقتل، كي خرجنا ضد 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 العنف وضد جرائم قتل النساء اللي في 8 اكتوبر، كانوا اذا شفتوا كانوا دايرين بنا لابوليس وواحد ولا اثنين، يعني بالكش شكون الحلفاء نتاعنا ما فهمتش اللي كانوا في الموعد اللي جاوا يقولوا لا لجرائم قتل النساء ولا للعنف، هما بالك ما فهمتش. يعني هاد الاشياء كامل. حاجه اخرى سهلوها مواقع التواصل الاجتماعي هو التشبيك والعمل، ونشوفوا العمل تاع بعضنا، يعني نفهموا بالكش بلا مواقع التواصل الاجتماعي ما كناش على بالنا بلي كاين عمل يندار اسمه فيمينيسيد الجيري. بلا وسائل التواصل الاجتماعي ما كناش على بالنا بلي بطريقه اسهل بلي كاين مبادره رساله مفتوحه وكذا كذا. يعني سلاح ذو حدين، لازم توخاو الحذر منه، ولكن لازم نعرفوا نستغلوا، خاطر ماكش ما عندناش لي مويا. عندنا قانون 12.6 اللي راهو يصعب علينا كل الامور كجمعيات ولا كناشطات، وانتم عندكم في فكره، خاطر ماكش راكم على بالي منخرطات في فمون كومونيكاسيون. كاين ماشي فقط هذا القانون، غياب لي مويا، ما عندناش صدق، ما عندنا ني لي مويا ايكونوميك، ما كانش موارد الماليه كيفاش نتحركوا، ما كانش الاعلام، مازال ما راهوش في صفنا، بالعكس حتى هو اغلب الاعلام راهو
يمارس في العنف على النساء ويشجع النظرة الدونية ويشجع العنف للنساء ويبرروه وشفتوا كامل واش صرا يعني ما ولو ما راهيش ما رانيش مع وسائل مواقع التواصل الاجتماعي 100% ولكن هذا واش عندنا لحد الان نبذلوا فيه جهد وقدرنا نستغلوها كنسويات الحركه النسويه باختلافها قدرت تستغل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا واش عندنا في المنطقه. نجوى تحبي تلقصي اسئله بخصوص موضوع العنف؟ يعني نشوف أنه وضع المرأة في الوطن العربي أو يعني في الجزائر بالذات أنه دائما مرر ودائما مدعوم ودائما موجه، حتى أنه الفتاة من طرف سواء من طرف أخصائي أو حتى من طرف إنسان شيء وعلى